أبل تستعد الآن لتصبح أول شركة أمريكية تتجاوز قيمتها عتبة التريليوني دولار في أعقاب مبيعات هائلة كشفت أهمية نظام هاتف آيفون تحديداً خلال أزمة وباء كوفيد-19 حول العالم، وبالتالي ارتفعت أسهم أبل بنحو الضعف بعد انخفاض في آذار مارس، وفي أداء كان مدهش رفع صافي عائدات حتى المدير التنفيذي تيم كوك إلى المليار دولار للمرة الأولى، وبلغت القيمة السوقية لأبل نحو 1.87 تريليون دولار، متقدمة على أقرانها في قطاع التكنولوجيا أمازون ومايكروسوفت كلاهما 1.54 تريليون، ألفابت أيضاً المملوكة من جوجل حوالي 1 تريليون، وإذا ما وصلت قيمتها إلى تريليوني دولار فإن أبل ستكون الشركة الوحيدة إلى جانب أرامكو طبعاً التي تبلغ تلك العتبة. ورغم أن شركات التكنولوجيا الكبيرة الأخرى سجلت ارتفاعاً كبيراً في الطلب خلال فترات الإغلاق، فإن أبل تخطت منافسيها كلهم بتحقيق مبيعات كبيرة كانت في الأكسسوارز والإكسسوارات القابلة للوضع، الأجهزة اللوحية أيضاً، إلى جانب تطبيقات وخدمات شهدت أداءً قوياً خلال الأزمة الصحية. وفي الربع الماضي من العام المنتهي تحديداً في حزيران يونيو أفادت أبل عن ارتفاع بأرباحها بمقدار 8% وصولاً إلى 11.2 مليار دولار، فيما ارتفعت العائدات بنسبة 11% عند تقريباً 59.7 مليار دولار. ولكن يبقى السؤال، ما إذا كان بإمكان أبل الحفاظ على وتيرة النمو القوي هذا في البيئة الحالية؟ ويرجح بعض المحللين أنه يمكن تحقيق ذلك، ولكن بيشيروا إلى الحاجة لبدائل لهواتف ذكية وتطوير التطبيقات لتدعم شبكة الجيل الخامس.